يعني ماتش دريمز هيبقى ماتش صعب، ناس ممكن تكون شايفة الكونفدرالية قربت. هي كلنا طبعا بنتفائل خير، ان ان شاء الله باذن الله ربنا يكون كاتب لنا خير فيها، ولكن البطوله صعبه. دريمز عامل نتائج في ربع النهائي زيك بالظبط، كسب بره ارضه 2-1 وتعادل على ارضه 1-1. شايف ازاي المواجهه دي؟ طبعا ماتش مهم، نصف نهائي كونفدراليه، حلمنا انت حلمك من البدايه هي بطوله افريقيه، هي دي تركيزه كله يطلع هنا ايا كان اصابات شويه، حظنا الله اعلم بيه شويه صعب في تفاصيل الديفنس، ورا عندك غيابات كتير قوي، عندك في نص ملعب ناس بتخرج من التيم بيعملوا شبل لنص الملعب، وستايل لعب شويه سريع زي الكابتن عبد الله السعيد وزي ناصر ماهر، ففي تفاصيل كتير قوي فاهم، ممكن شويه تبقى عبء، بس بالمعنويات والشغف اللي انا قلت لك بعد ماتش النادي الاهلي لازم تبني، انت لازم تقتنع ان جمهور الزمالك مش بيحل في الحاجات دي، مش هنحل موضوع الكونفدراليه بالذات. غاب بقى الكابتن عبد الله، غاب ناصر، غاب ايا كان، سيف جعفر، ايا كان الامور راح في اي صيد، لا اللي ينزل انت لبست اسم الزمالك، تيشيرت موجود الزمالك. سوري انت التيشيرت لابسه نزلت الملعب خلاص، من اجمد اسم موجود في البطوله، مع احترام لكل الانديه اللي موجوده في البطوله، انت المرشح الاول، طالما انت لبست التيشيرت يبقى انت ادي بالروح المسؤوليه، مش عايزين فنيات، موضوع الفنيات كده كده المدرب بيدي كل الفنيات، كل الناس بتتكلم في الفنيات، بس انا بالنسبه لي الماتشات اللي هي بتبقى في افريقيا وماتشات بيبقى لها عامل شويه، مثلا بعد ماتش مهم زي النادي الاهلي انت كسبانه، انا عايز رجوله وروح، روحك واصرارك من اول دقيقه ان هم في ملعبي هنا، مش اول ربع ساعه احطهم في ال 18 ضغط بطريقه من كل الصيدات، تلعب اوفرات بقى، تلعب زي ما انت عايز، تبدا هجمه منظمه على حسب خطة المدرب اللي هيحطها، وزي ما انت بتتكلم ان الفرقة دي ان هي توصل للمرحلة دي طبعا، وفرقة لسه جديدة، يبقى عندهم سيستم محطوط في نادي دريمز ده، اكيد رئيس نادي عنده فكر شوية اوروبي ان هو يوصل للمرحلة دي في حوالي 10 سنين ولا 8 سنين، يبقى في نصف نهائي كونفدرالية، فاكيد الفرقة دي شوية تبقى مقلقة لنادي الزمالك، بس مش بالحجم اللي انت تخاف منه، يعني ما انت تعمل له احترام، بس هو في ملعبك هنا ايا كان مع احترامي يعني مش هيبقى اقوى من الديربي بالظبط. طب شايف ازاي غياب عمر جابر وفتوح الاثنين الباكات الاساسيين بتوعك غايبين عنك، هتعمل ايه؟ ازمه كبيره يعني، انت كمان الناس كانت بتشوف بعيد عن غياب عمر وفتوح ان هم بيكمل في موضوع الكونفدراليه، ماتش النادي الاهلي انت بتلعب الطرفين اتغيروا فاهم، انت عندك تفاصيل ان فتوح اتصاب وعمل تغيير ونزل هنا، انت بتلعب من غير وينجين، الزناري طول الوقت بيحب ان هو يبقى في الامور الدفاعيه، ما عندوش المهام الهجوميه قوي، والناحيه الثانيه عمر جابر برضو نفس الامور، مبالانس ان هو ما يعديش نص الملعب عشان الحته الدفاعيه، فانت كنت في ماتش الاهلي الشوط الثاني من الدقيقه 60 بتلعب من غير جناحين، يعني انت كنت مصدوم شويه. طبعا في الكونفدراليه تحاول انت تشوف لها حل، يعني انت ممكن تغير من سيستم اللعب، بدل ما انت بتلعب ب 4 3 3، لا ممكن العب 3 4 3 اغير. هل ده ممكن يبقى وقته انك تقدر تغير في طريقه اللعب؟ ما هو انت هتحل، يعني تغير من 4 3 3 ل 3 4 3، عشان انت عندك مشكله يا احمد، هتلعب مين هيلعب باك ليفت؟ مين هيلعب باك ليفت؟ طب الباك ليفت لو غاب كنا بنحط عمر، طب دلوقتي عمر كمان اتصاب، هتحط مين باك ليفت؟ طب انا اقول لك على اسم من ثلاث لعيبه ممكن نشوفه باك ليفت، ابراهيم انضاي لعبها قبل كده وهو موجود في السكواد، هو صعب طبعا مش حتته خالص. لا ما انت لو هتلعب باربعه ورا ويبقى ابراهيم انضاي باك ليفت صريح، لا فول باك مش هينفع، لا هيبقى مشكله، هيبقى ثغره دفاعيه، لو ممكن لو بالزبط. بتلعب بثلاثه هو حصل لعب. خلي بالك وكان لو بتلعب بثلاثه لاين ورا ديفنس اللاين الخط اللاين اللي ورا بثلاثه وجنبهم هو ماشي اوكي، انما يبقى في اربعه عادي وهو يبقى موجود لا صعب، يعني يلعبها وينج باك لكن ما يلعبهاش باك، لا ما يلعبهاش فول باك صريح، لا الموضوع يبقى صعب، صعب عليه طبعا. طب ما فيش اي حاجه لو الراجل هيلعب بنفس السيستم اللي لعب بنفس أربعة. السيستم اللي بجد ما فيش، مين اللي ممكن يلعب؟ الزناري ممكن يرحله ناحيه شمال، العب الزناري فين؟ يلعب باك ليفت زي عمر جابر مثلا استغلته لعب، ومين اللي يلعب باك رايت؟ سيد نيمار بيلعبها الناحيه الهجوميه، ممكن تتحل تتلعب عادي وفاء سيد، بس سيد بقى له فتره من زمان قوي
ما بيلعبش فيبقى عنده مور شويه ان هو يبقى سيد بيلعب إحساس. على فكره سيد ماشي ما بيلعبش في المكان بتاعه شويه، هو معظم الوقت من ايام فيريرا بيحطه هاف وينجر بتاع فاهم، انما انت تحطه فول باك وهو كمان ما لعبش المكان ده من فتره ممكن تبقى عنده الامور باحساس المكان شويه يبقى مختلف، بس حل يعني يعني احسن الحلول يعني دي تعتبر احسن الحلول ان احط الزناري ليفت وكده كده سيد نمار باك رايت. انضمام زيزو فاجئك؟ انا زيزو بالنسبه لي انا طبعا كلنا بنحمد ربنا ان هو قام بالسلامه وموجود في القائمه. تمام. وجود زيزو حل مهم جدا، زيزو احد من اهم اللاعبين في مصر زي ما انت بتقول مش بس في نادي الزمالك. طبعا. وجود زيزو مهم، انت شايفه ازاي جوزيه جوميز يستثمر وجود زيزو معاه في المباراه دي؟ هو طبعا لازم يفكر في منظور ان زيزو عنده حلول كتير قوي، ان هو يلعب ما بين الخطوط وبيعرف يعمل ان هو بيجري بالكره بيعمل كروس كويس، بيعرف يشوط، بيعرف يعمل ثرو باس بطريقه كويسه، بيعرف يتحكم في ريتم الماتش، فانت عندك حلول بالنسبه لزيزو. ومش مفاجاه ان زيزو يرجع، انت بالنسبه لك زيزو اصابه زي دي هو ده يبين لك ان هو قلبه على التيم، ماتش مهم جدا. ممكن لعيب في اصابه زي دي يقعد اسبوع عادي، وال10 ايام اللي هي التمزق بيبقى تمزق خفيف بيحس بيه، فانا عشان انا قلبي على النادي شويه وروحي انا عايز اكمل، انا ممكن اخد حقنتين مع شويه التلات اربع ايام اللي هو ريحهم مع الشغل مع الاداء، هنا قلب هنا روح زيزو قلبه ومجدعته في الحته دي، مش سهل ان انا ارجع من اصابه زي دي في الانكل ودي تاني مره بنفس الطريقه، ان هو ما كملش اصلا ماتش الاهلي انت في نفس المكان والاصابه هنا يا احمد لما بتتكرر تاني تبقى رخمه جدا، انت بتحسس مش موضوع الم بس، تحسس بجد انت متكهرب في رجلك مش قادر، رجلك مش طبيعيه، مش واخد راحتك، مش عارف تباصي اي حركه فيها بوجع، فزيزو وجوده طبعا مهم ويديك امل، يديك امل في ان انت يبقى عندك الابر هاند، انت تعرف تسجل وعنده حلول كتير. يبدا ولا ينزل؟ لا يبدا طبعا، انا معايا زيزو. ايوه هبدا يا كابتن، اهو انا عايز اسلحتي الجامده، لازم كله ستارت، انا ما عنديش فكره ان يبقى عندي لعيب جامد يقول لك المدرب يبقى عندي لعيب جامد يبقى ورقه رابحه بره، لا 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 مش انا مش قصدي على كده، انا قصدي عشان جاي من اصابه. لا 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 خلاص ان شاء الله طالما هو خد القرار ان هو يبقى موجود في التيم ان شاء الله يقدر الدكتور يبقى معاه، وفي تفاصيل كويسه ان هي ممكن الاصابه دي مع بلفه بطريقه كويسه من الدكتور ومع مسكشات مسكن ان شاء الله يعديها. شكل نص الملعب هيبقى زي مباراة القمة ولا انت شايف سيستم لعب جوزيه جوميز بيلعب على الاستحواذ، عنده دونجا، عنده محمد شحاتة، عنده احمد حمدي، ودول اللي كانوا بادئين في مباراة القمة الثلاثي بتاع نص الملعب، يمكن ناصر ماهر هو اللي كان بينزل نص الملعب كتير ولكن كان هو بادئ وينج ليفت، شايف ازاي نص الملعب وتركيبته في المباراة دي؟ تركيبة نص الملعب عندنا في الماتش افريقيا هيبقى شوية هيبقى ممكن بدل ما هي بتبقى ثلاثة هيحط اتنين ثابتين ستة وواحد عشرة، يبقى احمد حمدي ياخد الحرية. زي انت كنت بتتكلم ان في الماتش بتاع النادي الاهلي ان ناصر ماهر كان بيخش هو كده كده وينجر بس كان بيخش جوه الملعب واخد حرية حركة، هو مش هو تكاليف من المدرب، هو المدرب بيحب يعمل اللعب ما بين مثلثات ما بين الخطوط بتقل وبعد كده يغير. طبعا دايموند بيعملها كتير بيعملها في كتير كل الاتجاه، النص الدفاعي بتاعك النص الهجومي الهجومي سوري وبيلاقي اي خرم يحط في الباص، ده هو ده سيستمه، على قد ما يقدر الكره معايا، طالما الكره معايا انا مش مهدد ان انا اخش فيها جون، انا كده كسبان.